فجأة ومن دون مقدمات، قوة عسكرية مسلحة تقتحم المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة في منطقة النهروان شرقي بغداد. أكثر من 30 عنصراً قالوا إنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني اقتحموا المصنع من دون أمر قضائي، قبل أن يعتقلوا 15 عاملاً في المصنع وإيقاف العمل تماماً، كما اختفت العديد من وثائق المصنع الرسمية والأموال النقدية. مدير المصنع الدكتور علاء شنشول قال إن القوة المقتحمة تعاملت معه ومع بقية العاملين على إنهم مجرمون. هاجمتنا قوة عسكرية مؤلفة تقريبا من 7 سيارات بين همرات وبيكابات وشرطة اتحادية والأمن الوطني، يقودهم شخص تعرفنا عليه اسمه المقدم رشيد بالأمن الوطني. بدون مذكرة قضائية اقتحموا المصنع بعد ما اعتدوا على الحارس بالإهانة، اقتحموا وانتشروا بالمصنع وكأنه احتلال ليحتل المصنع بالكامل، وقاموا بطرد الموظفين عندنا من المكاتب، ما خلوا لا إداري لا محاسب لا أوفيس بوي لا أبو الآي تي، وطلعوهم برا المكاتب وجابوا كل العمال وقاموا باعتقالهم. اقتحموا المكاتب، العمال، الكل جابوهم جمعوهم بمكان، يعني كانت تفاصيل كلش. العمال عندنا اكثر من جنسيه، يعني الناس ارتعبت، يعني ما نعرف شنو اللي صار بالضبط، ما حد فاهم. تريد تتفاهم لك مع واحد يحكي لك شيء ما. كما اتهم الدكتور شنشول القوة التي اقتحمت مصنعه بأنها تابعة لجهة سياسية، وأن الغاية من الاقتحام هو ضرب المنتج الوطني العراقي لحساب المنتج المستورد من دول الجوار في إشارة لإيران. أنت تحس أنه اللي يقال شكل والأرض الواقع شكل آخر. أرض الواقع تقول أنه إياك تدخل في مجال الصناعة، إياك أنه أنت تستكفي إن شاء الله من الكلينكس، إياك أفضل دائما المفروض أنت تحتاج الكلينكس وتحتاج تستورد الفانيلة والتيشيرت والمشط والحذاء والجواريب، كل شيء تحتاجه. ومنذ العام 2003 تعرضت الصناعة الوطنية العراقية ومنتجاتها لمختلف أشكال الإضرار، بدءا من إيقاف مصانعها ورفع الدعم الحكومي عنها واستهدافها لإبقاء المنتجات المستوردة لا سيما الإيرانية تغزو الأسواق العراقية، ما ساهم باستنزاف العملات الأجنبية ومفاقمة معدلات البطالة في صفوف المجتمع العراقي.